السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض برنامج ام في ميت. المرة اللي فاتت شفنا في الداتا اند سيتنج ازاي ان احنا نظبط الداتا بيس مانجر لام في ميت. هندخل هنا على السبيسز، هو بيحمل بقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها قبل كده في الداتا بيسز مانجر. بالله هنا بيقول لي اختار المشروع، ممكن تختار نيو بروجكت وهكذا، تقدر تختار اي مشروع من المشروعات. طيب هنبتدي بعد كده ان احنا نقول له edit setting. هنا اللوكيشن بتاعي هقول له find location. هنا الجزء ده بيبقى شويه معلومات، فانت ممكن تختار بقى ايه name of location و search with، هتبحث من خلال جوجل ولا تبحث من خلال ايه. خلينا نقول له مثلا دوحة، فبتبدأ تعمل search، بيبدأ هو يشوف الداتابيس اللي موجودة عنده. تمام اهوت، هو طبعا بيشوف اقرب محطة، غالبا المحطة بتبقى برا المدينة، فده بيأثر على القراءات، بتبقى الارقام مش زي المدينة، لان طبعا المدينة فيها فكرة الجزر المعزلة ويبقى فيه اختلاف في الارقام، لكن اقرب حاجة موجودة يعني. تمام طيب البوزيشن اون ايرث، تبدأ تحط بقى الارقام ديت، النيم، urban standard time، الريفرنس، الجيومتري، تقدر تشوف المساحه اللي انت عايزها، وهنا الدي ام ليفل، الريفرنس سيستم ممكن نقول له بلام مثلا، الديفولت سيتنج لو انت بترسم وول او روف هيختار انهي واحده هي الديفولت، طبعا تقدر تعدلها في اي لحظه، النستد جريد. تمام ديسكريبشن اند كوبرايت. تمام ممكن نقول له apply change to existing area او create new empty area. طيب ممكن بقى نقول له ايه احنا عايزين digital، نقول له select bitmap، هنختار خريطة. تمام انا عندي خريطة مثلا للمنتزه بتاع اسكندرية. تمام طيب مفيش مشكلة، بتهيألي الصورة دي قديمة هما يعني، لا جديدة عشان الشكل دوت. طيب نبدا بقى نشوف البيلدينج، هبدا اضيف او ديليت او تولز اند بروبرتيز، تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها، ممكن تعمل سيلكت بيلدينج وهكذا. طيب توب اوف بيلدينج كم متر، انا اقول له مثلا 5 متر، هو ابدا اعمل كده اهو، المكان اللي هتمشي فيه هو يبدا يحط الارتفاعات بالشكل دوت. تمام ممكن دي مثلا، وتقدر تغير الرقم يعني، ممكن تخليها 4 متر 3 متر زي ما انت عايز. تمام طيب عايز تضيف بقى شويه حشائش مثلا اهو، تبدا تختار. تمام وتقدر تقول له انا عايز 2 دي او 3 دي او سامبلز. 3 دي بلانيت ممكن تضيف مثلا بالب. لو انت عايز تضيف وولز تمام، تقدر تضيف سورسز، يعني شوف ايه العناصر اللي انت عايز تضيفها، سويل اند سيرفيس وهكذا. تقدر من هنا تعمل زوم تمام، وتقدر من هنا تحدد الماس بتاع الجريد اللي انت عايزه، على اساس ان انت لما تنشئ حاجه جديده تقدر من هنا تحط الاتجاه بتاع الشمال وهكذا. طيب عايز تشوف بقى الحاجة دي في ال 3D، هتقول له 3D view، هتقول له open 3D view. بعد ما اكون خلصت الصورة او الخريطة كلها، فاول ما بندوس على ال 3D بيبدأ يظهر معايا بالشكل دوت، تقدر تعمل زوم وتشوف الارتفاعات، وتقدر حتى وانت هنا تقدر تضيف ال البيلدينج وتضيف الزرع وتضيف العناصر اللي انت عايزها. ولما تحب ترجع هتقول له ريتيرن تو 2D موديل. ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير للفيديو، شوفوا الفيديوهات اللي جايه شرح البرنامج ان شاء الله.